إلى شأننا المحلي من جديد. من بين المبادرات التي تتم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة مبادرة تحمل اسم مصر بلا غرقة التي تقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي. اليوم سيكون هناك مؤتمر صحفي يعقد للإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة في مقر وزارة الشباب والرياضة. المبادرة دشنها الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، تستهدف تقليل حوادث الغرق ورفع الوعي بين المصريين بنشر ثقافة الإنقاذ لدى المواطنين. كما سيتم عرض استراتيجية عمل اتحاد الغوص خلال الفترة المقبلة والأنشطة التي يقوم بها، وهذه من بين المبادرات التي تم تدشينها للتعامل مع زيادة أعداد الغرقى في الشواطئ المختلفة، الذي سيكون جزء منها مرتبط بتأهيل المنقذين، إضافة لدورها في توعية المواطنين والتشجيع على ما يعرف بمحو أمية السباحة. عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. ما المستهدف من وراء هذه المبادرة وما الحاجة التي دفعت إليها؟ صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين والمتابعين. يمكن وزارة الشباب والرياضة دائما وأبدا ما بتقدم العديد من المبادرات، سواء على القطاع على مستوى قطاع الشباب أو على مستوى قطاع الرياضة. طبعا بالنسبة لمبادرة اليوم واللي جاء تحت عنوان مصر بلا غرقة، واللي بيتبناها طبعا أو أطلقها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة لرفع الوعي الثقافي أو رفع وعي ثقافة الإنقاذ والتقليل من حوادث الغرق لدى المصريين. مهم جدا أن تكون وزارة الشباب والرياضة دائما وأبدا حاضرة في كافة المناسبات الرياضية، فدورها في دعم كافة الاتحادات الرياضية سواء الاتحادات الأولمبية أو غير الأولمبية. وكمان مش بس أن احنا نقدم منتج بيستهدف بدمج كافة المواطنين المصريين في منطقة رياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، لا كمان احنا بنرفع الوعي الثقافي الرياضي لدى كافة المواطنين. دكتور محمد، المستهدف من هذه المبادرة المشتغلين المحترفين في هذا المجال من المنقذين أو الغواصين، ولا كذلك المواطنين العاديين الذين يمكن تنمية هذا الجانب لديهم؟ أكيد 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 حتشمل الشقين أو الجزئين، أو حتشمل يعني المحترفين الرياضيين وكمان كافة المواطنين، لأن زي ما قلنا هدفنا هو رفع الوعي الثقافي الرياضي. تفاصيل هذه المبادرة، كيف سيتم إطلاقها، الشواطئ التي ستطلق من خلالها، طبيعة الدورات التدريبية إذا كانت تحمل دورات تدريبية أو غيره؟ أكيد طبعا ده هيتم، ولكن هيتم إعلانه النهاردة، إعلان عنه النهاردة في وزارة الشباب والرياضة من خلال مؤتمر صحفي كبير جدا سوف يشهده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. شكرا جزيلا لك دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة منضما إلينا عبر الهاتف، معلقا على هذه المبادرة التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي الذي يعقد في وزارة الشباب والرياضة لإطلاق مبادرة مصر بلا غرقة.